أود أن أترحم على شهداء فلسطين. نعم. وندعو لهم إن شاء الله الثبات والنصر. واليوم الفلسطينيين والقضية الفلسطينية عموما هي العنوان الأكبر للكرامة والعزة والمروءة والفتوة، ويقدموا في الدرس يعني عظيم، ونرجو أن يكون منعطف تاريخي منصف لهذه القضية العادلة، قضية فلسطينية. حدث 7 أكتوبر ماذا تقول عنه؟ هو في تقديري الحدث هذا دال على أن العربي عامة وخاصة العربي بفلسطين لا يزال في صلب التاريخ وله طاقة إبداعية كبيرة، وفي أن نؤمن بأننا لا نزال أننا لا زلنا فاعلين في التاريخ، وبأننا مبدعون حتى يتسنى لنا بعد ذلك تحقيق الأهداف الكبرى لهذه الحضارة العظيمة. دكتور مولدي عز الديني، القضية الفلسطينية عادت من جديد. شكرا أستاذ. هي لم تغب لكن عادت بصورة أخرى قوية جدا. هي في البداية نرحب بأستاذ سالم العيادي وأهنئه بهذين الإصدارين وبحصوله على الجائزة في الأسبوع الفارط في الرباط. نعم. وهو عمل مشرف وإنتاج أشرف. ورحب كذلك بالأستاذ أمين الزعيبي وبالأستاذ علي البهلول وبسائر المتابعين. بالنسبة إلى السؤال الحال حول الفلسطينيين، نرجو لهم كل يعني الثبات وكل النصر، وأحسب أن عنصر الفجائية الذي يعني أحسن صناعته يبدو أنه سيؤدي إلى نتيجة. والفلسفة كثيرا ما اهتمت بهذه المسألة، على الأقل الفلسفة المعاصرة، ناهيك أنه حول يعني اليوم يبدو أن مجرد متر واحد لتقدم الجيش الإسرائيلي في أرض فلسطين يعني وجه ب يعني مقاومة ردته على عقابه، وهذا يعني أن منزلة الأرض وخصوصا الأرض الفلسطينية لها قيمة في الفلسفة. وقد قال جيل دولاز في هذا السياق أن الفلسطينيين يرفعون مسألة الأرض إلى أعلى درجة، فهم يمثلون فجائية الشرق الأوسط. أستاذ علي بهلول. مساء النور أستاذ فيصل، تحية لك ولكافة مستمعي إذاعة صفاقس، وشكرا لبرنامج مسارات إبداعية لهذه الفسحة الإبداعية. الجرح الفلسطيني هو جرح كبير يدني القلوب وحتى العقول أيضا. نحن اليوم في هذه السهرة سنفكر فلسفيا فيما حصل وما سيحصل، انطلاقا حتى من كتابات أبو نصر الفارابي وكتابات الفلاسفة الذين أكدوا مرارا على صورة هستيا، صورة الأرض التي لا يمكن البتة افتكاكها، لأن الأرض هي موطن أصلي لكل ما هو إتيقة بالأساس. الجرح الفلسطيني اليوم بحاجة ماسة إلى أن يكون له أصوات متعددة، أصوات ضمن الكينونة الإنسانية بالأساس، باعتبار أن الأرض مثل ما يقول كانت هي وطن للجميع، أي هي أنها ليست حكرا على مغتصب أو حكر على كيان يريد افتكاك أرضنا، لأن تلك الأرض بها دماء شهداء أعطوا الكثير، أي ليس من الهين أن يتم افتكاكها. ما حصل ضمن هذا الجرح الكبير هو دهشة كبرى، فورمود زاهن يعني حتى في لساننا اليوناني. وقد تمكن الفلسطينيون من الوصول إلى هذه الدهشة الكبرى من أجل وضع حد كبير لهذه الأزمة، والأكيد ما حصل هو بشاعة كبرى، أي لا يمكن أن ننتظر بشاعة أكثر مما حصل، وسيكون النصر يعني قريب. وألف في ذلك كتاب طريف جدا في تاريخ الفلسفة وفي تاريخ الكتابات النظرية في الموسيقى، وهو كتاب الموسيقى الكبير. والغريب بالنسبة للفارابي، وهذا الأمر الذي يمكن دفعني إلى تأليف هذا الكتاب، أبو نصر الفارابي فيلسوف الحق والاستهتار بالحقيقة، هو أن كتب التراجم يعني عندما تذكر الفارابي الكتب التراجم القديمة
تذكر الفارابي دائما نجد هذه الجملة في ذكر الفارابي والتعريف بالفارابي، وهي صاحب التصانيف في المنطق والموسيقى. وغريب جدا أن يتكرر تتكرر هذه الصفة التي تعبر عن هذه الجملة في هذا الوصل الطريف بين ميدانين يبدوان متباعدين متناقضين، ميدان المنطق من حيث هو قمة العقل والعقلانية، من حيث هو العلم الذي يضع قوانين العقل، والموسيقى التي هي تحيل على ميدان آخر يبدو مناقضا لميدان العقل، وميدان الوجود والإحساسية والجمالية والعاطفة والانفعال وغير ذلك، وهو ميدان الموسيقى. فالفارابي يعني هذا الجمع الطريف بين أن يكون صاحب تصانيف في المنطق والموسيقى، جدير إذن أن نطرح السؤال كيف أمكن لهذا الفيلسوف، ما هي الأسس التي وضعها، ما هي القرارة الكبرى في مستوى ميتافيزيقي، في مستوى نظرية المعرفة، في مستوى نظرية الوجود ونظرية القيمة، ما هي القرارة الكبرى التي اتخذها الفارابي حتى أمكن له بهذه كيف نقول بهذا اليسر وال يعني دون عناء أن يتحرك في هذين الميدانين فيكون معلما ثانيا، وهو المعلم الثاني بعد أرسطو معلم ثاني، لأنه هو أول من إن شئنا استقر على يديه المنطق في اللغة العربية وفي الحضارة العربية الإسلامية، وهو الذي أسس كما قلنا الفلسفة العربية الإسلامية. ومن ناحية ثانية يكون علاوة على اهتمامي بالتصنيف الموسيقى يكون موسيقار مشهود له بعبقريته وابداعيته الموسيقية يعني في كل كتب التراجم وكتب التاريخ. سنتعمق في ذلك خلال السهرة المتواصلة حدود منتصف الليل. أبدأ مع دكتور مولدي عز الديني. أبو نصر الفارابي الفيلسوف الحق والاستهتار بالحقيقة، عنوان رشيق ومهم جدا ويجلب القلب. طبعا اختيار العنوان أثناء كتابة الكتب هو في حد ذاته يعني فصل من فصول العمل في إعداد الكتاب، ومفتاح من مفتاح نعم. في الغالب يبدو أن يعني الكاتب يعني يتخير من الألفاظ ما هو يعني مناسب من العبارات ما يمكن أن يفي بالغرض المضموني لنص الكتاب. وهذا يعني العنوان الفيلسوف الحق والاستهتار بالحقيقة يعني هو فيما ظهر لي أن الأستاذ سالم العيادي قد يعني انتزعه من خلال روح التفكير الفلسفي الفارابي نفسه لكي يكون أقرب قدر الإمكان إلى روح هذا التفكير. ثم يبدو أن كلمة هنا ثم في هذا يعني العنوان ثم الحق ويعني الحقيقة بما يفيد أن الفيلسوف الحق لابد أن يتميز عن غيره من أصناف أخرى من الفلاسفة أو يعني هيئات أخرى يمكن أن يتخذها الفيلسوف، وأن أفضل تلك الهيئات هي الفيلسوف الحق. أما عن الاستهتار بالحقيقة وفي الواقع يعني مسألة الحقيقة هي مسألة يعني ربما تمثل بلغة جاك ديريدا يعني حينما قرأ يعني نيتش تمثل نوعا من ما يسميه الصرع المفهومي، بحيث يواجه الكاتب، وأكيد أن سالم العيادي قد واجه هنا يعني هذه المسألة، كيف يمكنه أن ينتزع هنا هذه الصفة المتعلقة بقول الحق وقول الحقيقة دون مخالفة على الأقل لروح يعني النص
الذي يشتغل عليه بصرف النظر عما إذا كان يعني يتوافق مع مجمل أفكاره أم يختلف، وهذا أمر ليس يعني ذا بال كبير منا في التعامل مع النصوص الفلسفية. لكن أود أن أشير إلى أمر هنا، أن العبارة العامة للعنوان تفيد أن سالم العيادي، طبعا أنا قرأت نص تحصلت على نسخة مهداة بقلم الكاتب نفسه يعني منذ يوم 6 أوت 2023. هنا العبارة تفيد أن سالم العيادي قد بدأ يبين كيف أنه متضلع من أمر نصه، أي نص الفارابي، وأن هذه على الأقل التفصيلة أو الجزئية المتعلقة بهذا المفهوم الذي يمكن أن يشكل كما سبق وقلت صرعا فكريا طبعا بالنسبة إلى يعني التفكير الفلسفي، وخاصة التفكير الفلسفي في أفقه الميتافيزيقي التقليدي، أن هذه المسألة مسألة الحقيقة هنا حينما يقال بشأنها أنها يمكن أن تكون موضوع استهتار، تفيد بأن الفيلسوف الفارابي فيما قرأ سالم العيادي يمكن أن يكون له يعني من القول ما هو مختلف عن سائر الأقوال السائدة سواء كان في الفلسفة العربية الإسلامية أو في الفلسفة الإغريقية، باعتبارها كانت مصدرا للتحاور الفلسفي بين الفارابي و يعني غيره من فلاسفة يعني العرب والمسلمين. ثم لما أجد هذه يعني العبارة الاستهتار بالحقيقة، وحقيقة طبعا أنا لست يعني متخصصا في الفلسفة العربية الإسلامية، بودي أن يبين لنا أكثر الأستاذ سالم العيادي يعني ما هذه الجرأة الفكرية، هذا إن فهمت أنا حقيقة مقصد القول، ما هذه الجرأة الفكرية التي لدى الفارابي لكي يتمكن من يعني القول قولا قائما في جانب من جوانبه طبعا على استهتارا بالحقيقة، والحال أنها كانت تمثل مراد أغلب الفلاسفة ولا زالت تمثل، إذ لا يمكن لهذا المفهوم المتعلق بالحقيقة أن يكون يعني مفهوم، حتى وإن اعترض عليه أو نقد فإنه لا يمكن التحرر منه بأي صيغة من الصيغ. نعم. فكيف يمكن لفيلسوف مثل الفارابي أن يتحدث عن إمكان استهتار بالحقيقة؟ هي صيغة نقدية أم هي صيغة لاستهلال قول فلسفي مستنبت في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية على تباين وخلاف مع الفلسفة الإغريقية، لكي يمكن لكي يكون عفوا يعني القول في الحقيقة قولا له شأن يعني إطار أو له سياق فلسفي غير ذاك السياق الميتافيزيقي الذي عهدناه بوجه من الوجوه لدى الإغريق. ثم باختصار يبدو أن حسب ما فهمي الأولي أن يعني هذا الاستهتار بالحقيقة يقترن بمسألة ولست متمكنا منها. نترك ذلك لمسارة طويلة إن شاء الله إلى منتصف الليل. لحظة نكمل ذلك. هو يبدو أنها متعلقة بكيفية تصريف الفارابي لفعل التعقل وما يعني اشتق من فعل التعقل صيغا وطرائق ويعني أسماء. نعم، أكيد سيجيبك دكتور سالم العيادي عن هذا السؤال حول الاستهتار بحقيقة في هذا العنوان الفرعي. علي بهلول، في دقيقتين أو أقل قراءة أولية لهذا الكتاب، وعن بعد قليل نشر 9:10. وهنا أولا أستاذي سالم العيادي الذي كان لي شرف تتلمذ على يدي رفقة أستاذتي بقسم الفلسفة بصفاقس يعني منذ أكثر من 10 سنوات،
أبو نصر الفارابي، الفيلسوف الحق والاستهتار بالحق. سي سالم يضعنا هنا في حيرة كبيرة من أمرنا في فهم هذا الكتاب، وخاصة أنه لا يمكن فهم هذا الكتاب دون العودة إلى كتاب سياسة الحقيقة في فلسفة الفارابي، الميتافيزيقا والموسيقى، الصادر سنة 2016. وكأن هذا الكتاب هو يحاول الإجابة على بعض الإشكاليات المتعلقة بتسريح مفهوم الحقيقة أولا. ميشيل فوكو لديه مفهوم جميل جدا، مفهوم الباريسية. نعم. الصراحة، يعني صراحة، صراحة قول الحقيقة. والأستاذ الدكتور سالم العيد يحاول أن يجعل هنا من الحقيقة لها سياسة تدبير في قولها، أي متى يمكن قول الحقيقة وعلى أي ضرب يمكن تفكيك تلك الحقيقة وتسريحها من مجالها الميتافيزيقي، المجال الثيولوجي الإلهي، المجال الأونتولوجي، لكي تكون فلسفة تتأسس على حقيقة هي التي نعيشها اليوم، انطلاقا من هذا السياسي، انطلاقا من تحصيل السعادة، انطلاقا من تدبير الممكن، انطلاقا من فهم ما يمكن أن يتأسس عليه حتى الرهن المعيشي اليوم. نعم، سأعود إليك. هذا التدخل إلى الفهرسة، يعني ما يشتمل عليه الكتاب من عناصر بسرعة، حتى أضع قارئ الكتاب عندما يقع الكتاب لما حال بين يديه، وكذلك المستمعين عبر إذاعة صفاقس. هو الكتاب يعني كما يلاحظ القارئ في جدول المواد يشتمل على مقالتين. المقالة الأولى تحت عنوان الفارابي والمسار إليه، والمسار إليه، وفيها المقالة الأولى عناصر فرعية دون ذكر حتى المثير، والمقالة الثانية عنوانها فلسفة الفارابي. أنا أود في البداية نشير أن المقالة الأولى من هذا الكتاب وهي الفارابي والمسار إليه هي مقالة يعني محددة لما سيوجد في المقالة الثانية المتعلق بفلسفة الفارابي، لأنه خلاصة القول في هذا الكتاب هو ثمرة عشرة طويلة مع النص الفارابي، لأن أنا شرعت منذ سنة 1998 في البحث في الفارابي في مستوى الدراسات المعمقة في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية، ومنذ ذلك التاريخ، يعني منذ سنة 1998، وأنا أعاود دائما قراءة المتن الفارابي والنص الفارابي، وأعرك فهمي للنص الفارابي وأعيد النظر فيه وأعمق في مستويات مختلفة. لذلك كانت المقالة الأولى تحت عنوان الفارابي والمسار إليه، يعني كيف كان سيري نحو الفارابي، أو ما هي الطريق التي قادتني إلى الفارابي، على نحو قد يبدو بالنسبة إلى المختصين في الدراسات الفارابية على مستوى عالمي، لأن أنا باتصال دائم بأهم المختصين في العالم في الفارابي. الطريق الذي يعني اخترته لهذا المسار إلى الفارابي، للذهاب إلى الفارابي، هو طريق يعني تيسر لي لما حال بحكم اهتمامي الثاني الذي أشرت إليه في بداية التدخل، وهو اهتمامي بالموسيقى، وهو طريق لم يتيسر لبقية المختصين في الفارابي والباحثين في الدراسات الفارابية، لأنني دارس الموسيقى وأمارس الموسيقى وعازف، وكان بإمكاني أن أقرأ الفارابي قراءة من منظور مختلف، وهو منظور الفارابي الموسيقار ومجمل الكتابات التي كتبها الفارابي في الموسيقى. والغريب في الأمر أن هذه الكتابات التي هي بين يدينا اليوم، مثل كتاب الموسيقى الكبير ومقالتين في الإيقاع للفارابي، والفصل من كتابه إحصاء العلوم، الفصل الذي خصصه للموسيقى، عندما يطلع الواحد منا اطلاع يعني معمق ورصين هذه النصوص، يدرك أن الفارابي من خلال نظريه في الموسيقى غير جذريا بشكل حاسم العديد من المفاهيم التي كانت مستقرة في النصوص الكبرى الميتافيزيقية والمنطقية، مثل مفهوم الوجود ومفهوم الحقيقة ومفهوم السعادة وكبريات المفاهيم أو المقولات الفلسفية التأسيسية، من حيث أن الفلسفة ميتافيزيقا. بعد هذه المسيرة المطولة مع الفارابي أمكن لي في المقالة الثانية أقول هذه على ما أتصور، على ما انتهيت إليه، هذه فلسفة الفارابي. لما حال فلسفة القرن الثالث هجري، بداية القرن الرابع هجري، يعني التاسع العاشر ميلادي،
أن يكون من الجرأة أن يجعل المقام الأعلى لفهم الحقيقة والمقام الأعلى لي كيف نقول المقام الأعلى للنفاذ إلى الحقيقة هو مقام جمالي استتيقي فني. والغريب عندما نتابع سيرة الفارابي في كتب التراجم أن الفارابي معلوم أنه كتب العديد من الكتب السياسية واقترح فيها حلول من زاوية نظر محالة فلسفية، واقترح فيها حلولا لواقع، وكان قريب من سيف الدولة. هو كان يعني في ضيافة سيف الدولة يعني في مدينة حلب، في مدينة حلب، وكان قبل ذلك ببغداد وزار دمشق وتوفي بدمشق، وقبره اليوم ضريح اليوم بدمشق، وهو من مدينة فراب. نعم. التي هي الآن تسمى أوترار وتنتمي لكازاخستان. نعم. في كازاخستان. فالغريب بأن الفارابي كتب مثلا السياسة المدنية، أراء أهل المدينة الفاضلة، كتاب الملة، وبعض النصوص الأخرى التي هي كلها نصوص سياسية، بمعنى حاول فيها أن يجد حلول الأزمة التي تمر بها الحضارة والمدينة العربية في ذلك الإسلامية في ذلك العصر. ولكنه مع ذلك كان دائما يبحث عن مسافة ما لا تستغرقه فلا يكون مثلا فيلسوف بلاط. الفارابي لم يكن أبدا فيلسوف بلاط مثل ما كان بعض الفلاسفة الآخرين، على غرار مثلا ابن رشد. ابن رشد نعم نعم فعلا، أو بعضه أو الكندي، أو لم يكن فيلسوف بلاط، ولم يكتب شيئا كيف نقول لحاكم بعينه أو لدولة بعينها لنظام حكم بعينه. وتذكر كتب السير أن الفارابي كان يوجد دائما عند مجتمع مياه وفي تشابك الخضرار، يعني كان شديد المحبة للانشأن للطبيعة، وكان يعني موسيقارا، كان شديد الاشتغال بالموسيقى. وحتى أن سيف الدولة عندما يعني هو تروي الحكاية يعني أن سيف الدولة بعد تلك الحادثة الكبيرة ودخل إلى بلاد سيف الدولة، وسيف الدولة أمر له بخراج يعني يومي، يعني كما قلنا أنا أعطاه فلوس باش يعيش. فمعناه تروي في التراجم أنه يوميا أمر له بأربع دنانير، فهو اكتفى بدينارين يعني، قالوا لا ما، وطلب أن يكون ذلك مقابل عمل يقوم به. نعم. فقالوا أخدم اللي تحب، فاختار لنفسه أن يكون ناطور البستان، يعني حارس ليلي لبستان سيف، رغم أنه الفيلسوف والموسيقي والفيزيائي والطبيب كذلك الفارابي. نعم. لماذا ذا؟ لأنه كان يجمع على نحو طريف بين أن يكون فيلسوفا حق شديد العناية بوضع أهل مدينته وشديد العناية بإيجاد حلول لوضعهم، ولكن في مقابل ذلك كان مستهترا بالحقيقة، بمعنى شديد الولع بالحقيقة، حتى أمكن له أن يضع بينه وبين السياسي وبينه وبين الدولة هذه المسافة التي هي ممكن. يعني لدى ما قبل يعني تقريبا القرن 18 ميلادي، والقول تخصيصا هنا يعني أن الفارابي قد جمع بين هذه يعني الأفاق المعرفية، هو معناه ثابت، خاصة في ما لاحظته من خلال كتاب الأستاذ سلم العيادي في تشغيله لهذه المفاهيم الفارابية، مثلا كأن يجمع بين الموسيقى والتعقل، كأن يتحدث مثلا بين أنه توجد في التفكير في المدينة إمكانية للتشغيل ملكة يعني التخيل، في حين لو نظرنا نشأنا على الأقل في نهاية القرن 19 بداية النصف الأول من القرن 20 أنه كان يكون نشأنا يعني معابا على أن أحدهم يعني إن تفكر في سياسة الدولة أو سياسة المدينة يعني يدرج ملك التخيل فيقال له توباوي، لأنه ثمة نوع من الطغيان مثلا المنزع المادي شبه المحض في التفكير السياسي.
فقيمة طبعا الجمع بين آفاق معرفية متعددة هنا تتعين في هذا التشغيل للمفاهيم المركبة، مثل ما يعني أخذ يعني سالم العيادي على الفارابي وغيره طبعا، فركب مثلا مفهوم الفيلو موسيقى. ولكن في نفس الوقت لاحظت أن يعني هذا يعني التركيب فيه عنصر آخر مهم، هو يكاد بشيء من النغمة شبه الفلسفية وغير الدقيقة في عصرنا، هو أن الفارابي هذا الذي يعود إلى يعني القرن الثالث هجري يتحدث عن المشترك الإنساني، وبالتالي له رؤية كونية. هو حتى لدى يعني اليونان ثمة رؤية كونية، ولدى الرومان ثمة رؤية كونية، لكن لا أدري أنه ثمة نوع من الظلم أو السطو الفلسفي المعاصر للقول إن مسألة الكونية كما لو كانت كشفا كوبرنيكيا معاصرا، وهذا أمر غير دقيق في واقع الأمر إذا نظرنا إلى تاريخ الأفكار من منظور نقدي. فيعني الفلاسفة الذين نعلم أنهم يعني أسسوا تاريخ الفكر الفلسفي، يعني نعلم عنهم هذه يعني الصفة الكونية، يعني حينما يتحدثون صحيح أنه يمكن أن يتحدث أحدهم عن ملته، يتحدث عن مجتمعه الخاص، لكنه حينما يكتب على الأقل من جهة التنظير لرؤى شئنا تهم الإنسانية، فهو يتحدث كما لو كان إنسانا كونيا. ومثلا مفهوم المعمورة هو مفهوم دارج في فلسفة الفارابي وسالم العيادي أدرى به، هو هذا الذي سيقال في القرن الثامن عشر بصيغة نظيرة له، يمكن القول نظيرة له من الجهة الفلسفية السياسية، صيغة الكوسموبوليتيزم الكوسموبوليتية أو الكون السياسي مع فلسفة الأنوار الكانتية. إذن تقريبا إجابة عن يعني السؤال هنا، ثمة ما يفيد في كتاب سالم العيادي، لاحظت في الصفحة مثلا 14 كيف يتحدث عن انفتاح التفكير، وهذا يعني أن يعني هذا الفيلسوف يعني الموسوعي تقريبا، هذا الصفة ربما اللي ويقال أنه صاحب 100 مؤلف تقريبا على الأقل، 100 مؤلف، ويعني ليس فقط 100 مؤلف، لكن الآن ذكرت حاجة أخرى، هو أنه يعني حتى كيتحدث عن علاقته بالفلسفة اليونانية من جهة يعني الاشتغال عليها، وهو يعتبر المعلم الثاني بعد كان قد بيّن في بعض المواضع كيف أنه قد عسر عليه فهم بعض يعني المصادر الوافدة من الفلسفة اليونانية، وهذا أمر طبيعي يعني أن يقر الفيلسوف أحيانا بعسر في يعني استيعابي أو في تلقي فكري، طبعا مش تلقي ملي، فهمت كيف، في تلقي فكري لنصوص يعني الأجل. كذلك يعني مما يدل أيضا على هذا يعني إنشأنا هذه الصيغة يعني المركبة من تشغيل يعني المفاهيم، في الصفحة 60 يتحدث عن هذا الرابط بين الموسيقى ويعني التعقل. في الواقع مثلا شمعنا في الواقع يعني دون وجور في أيامنا، كأنه حينما نقول شو علاقة الموسيقى بالتعقل، فهمتي بقى نقول الموسيقى ربما بالذوقك بالإحساس بالخيال إلى حد ما، لكن شمعنا بالتعقل. إذن فعلا هذا يعني أنه فيلسوف فعلا ربما يعني أسمح لنفسي بالقول أنه متمكن من فهم طبيعة الإنسانية وفهم الأنفس البشرية، فلسفة أرسطو فلسفة أفلاطون، ولكن من منظور خاص، من منظور خاص كتب كتاب فلسفة أرسطو، ولدي من ألف في فلسفة أرسطو، ألف في فلسفة أفلاطون كتاب فلسفة أفلاطون، وله تلك المحاورة الطريفة كتاب الجمع بين رأي
الفيلسوفين أفلاطون الإلهي وأرسطو المنطقي وغير ذلك من ولكن ما يحسب للفارابي حقيقة في مستوى تعاطيه مع تاريخ الفلسفة. أولا أن الفارابي لم تكن لديه هذه التصنيفات الثنائية، معناه علم وافد، علم دخيل، علم العلوم الملة، هذه علوم عربية تلك علوم، حتى أنه في نظره الفلسفة كان هو الفلسفة وجدت في بابل ومع الكلدانيين، ثم انتقلت إلى أثينا، ومن أثينا انتقلت إلى السريان، ومن السريان إذا عادت إلى، وكلما انتقلت من منطقة إلى منطقة تكلمت لغة تلك المنطقة. هو فيلسوف كوني. فيلسوف كوني، ولكن بالنسبة إلى ما جعل من الفارابي كأفق تفكير، يعني حقيقة يعني كيف نقول، يعني مستفز من ناحية، ويجدر بنا اليوم أن 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 نستدعيه لأن يفكر معنا في بعض قضايانا. أقول الأمر الأساسي بالنسبة للفارابي هو تلك المسافة التي مثلا اتخذها بالنظر إلى أفلاطون، يعني معلوم أنه عندما كتب كتاب آراء المدينة الفاضلة لم يكن شارحا مثلا لكتاب الجمهورية أو يعيد ما قاله أفلاطون في تصوره لما يمكن أن يكون عليه الاجتماع الفاضل أو الاجتماع المدني المثالي. وأهم مسألة والمعذرة معناها لأهمية هذه القضية، أهم مسألة هي أن الفارابي كان كيف نقول، كان مدركا أن ثمة في مدينة أفلاطون شيء ما كارثي، شيء ما مقلق. لماذا؟ لأن الذين يدرسون أفلاطون يعرفون أن بالنسبة إلى أفلاطون الفيلسوف الذي يؤسس المدينة المثالية ينبغي أن يكون في الوقت ذاته فيلسوفا محاربا. لذلك يضع أفلاطون في المرتبة الثانية بعد الفلاسفة، يضع طبقة المحاربين يعني الجيش بلغتنا. ومعنى ذلك أن الفيلسوف بالنسبة إلى أفلاطون حين في اللحظة التي يدعي فيها امتلاك الحقيقة ينبغي أن يمتلك جيشا لفرض هذه الحقيقة بالقوة. فالحقيقة عند الأفلاطون حقيقة يحارب لأجلها الفيلسوف. الفيلسوف بعد يجي المحارب الجيش. فيلولينكو وهو من كبير من كبار المختصين في أفلاطون يقول مدينة أفلاطون مدينة حرب رهيبة. نعم. لأن الشخص الذي يدعي أنه امتلك الحقيقة يريد أن يحكم العالم بمقتضى تلك الحقيقة. يعني هذا ليس بالمدينة الفاضلة. هذا أفلاطون. أفلاطون يراها المدينة المثالية. نعم. سنجد هذا المعنى بعد ذلك حتى في فلسفات أخرى، في فلسفات كليانية شمولية ترى أن العلم الفلسفي ينبغي أن يعبر عن نفسه في دولة مطلقة تملك إذن كل شيء. بالنسبة للفارابي أقلقه هذا الأمر، لذلك أخذ قرار جريء جدا وهو أنه قد أنزل طبقة المحاربين المرتبة الرابعة، يعني وضع، وهذا في كتابه فصول منتزعة، وضع في المرتبة الأولى الفيلسوف وسميه الحكماء الأفاضل فيلسوف، ثم وهذا مهم على غاية من الأهمية، ثم مباشرة بعد الفيلسوف الطبقة الثانية يقول يتبقى ذوي الألسنة، مش ذوي البندقية والدبابة، ذوي الألسنة. ومن هم ذوي الألسنة عند الفارابي؟ يقول ذوي الألسنة من شعراء وكتاب وموسيقيين ومن نحوهم. يعني لو نحاول أن نجمع هذا الكل، ذوي الألسنة من كتاب وشعراء وموسيقيين ومبدعين، يعني هذا قطاع ماذا بلغتنا اليوم؟ هذا قطاع الثقافة. هذا قطاع الثقافة. يعني بالنسبة إلى الفارابي هو يعلي من قيمة ما يمكن أن نسميه التعبيرات الثقافية في الوصل بين الفيلسوف والواقع، ويحيد ما كان وضعه الأفلاطون كشرط للمدينة المثالية وهو امتلاك القوة الممثلة في الجيش في اللحظة نفسها التي يملك الفيلسوف الحقيقة. يملك الحقيقة لازم يملك دبابة، هذا كارثي. الفارابي يقول يملك الحقيقة يعني يعرف الحقيقة، ينبغي أن يستعمل لها ألسنة، يعني يستعمل لها تعبيرات.
يبدو أن يعني سالم العيادي أدرك أن تواشجا مؤكدا في تاريخ الفلسفة وفي قناعة أهل الفلسفة أن الفلسفي الذي يقال عنه، وهذه هي الصيغة الثانية على وجه الخطأ، إنه نظري مجرد متعال على الواقع في برجه العاجي، هو فلسفي يتصل بالحياتي. وهذا يفيد أن ما يعني تحدث بشأنه سالم العيادي سابقا هو أن الفارابي كان ينظر إلى يعني الفلسفة بوجه من الوجوه في علاقة بتطلعه إلى هذا المشترك الإنساني. كيف يكون هذا المشترك الإنساني فعلا يعني له من التعين ما أمكن، طبعا بحسب جهد الإنسانية وجهد عقل الإنسانية، كيف يكون له هذا التعين الذي من شأنه أن يخطئ يعني مثلا الأسئلة الدارجة فيما تنفعنا الفلسفة، فيما تخدمنا الفلسفة، ما هي مصلحتنا من الفلسفة، وخاصة تلك يعني إن شاء الله التقولات، إنجاز تقدير التعبير، التقولات ذات المأت المدرسي التي تريد أن تؤثم يعني الفلسفة، خاصة أننا ننكر في عصرنا أن ليست الفلسفة بل ربما كل صيغ المعارف والفنون والصناعة الراقية والسامية والمتعقلة تشهد ردا لها نحو درجات دنيا منها. وربما هنا قصد سالم العيادي ربما أن يرد الاعتبار إلى هذا التساوق بين ما هو نظري وما هو عملي في لفقت في التفكير الفيلسوف، وإنما في تفكير الفيلسوف المتطلع.